وصحراء ووديانا بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائكة مصطفى. الله لا ده عايز تصيف اكتر من كده اكبر بس يعني مصطفى عاطف شاب عنده 24 سنه اتم حفظ القران وهو صغير وهو عنده 11 سنه موهبته ظهرت واستكملها في دراسته بجامعه الازهر. مصطفى عاطف كمان صوته نال اعجاب عدد كبير جدا من الشيوخ والائمه وكان شريك كمان ليهم في عدد من الندوات زي الدكتور عمرو خالد احمد عمر هاشم والحبيب علي الجفري وسجل جزء عام بالكامل بصوته كاملا. صح يا مصطفى؟ صحيح. انا بحييك وبرحب بيك النهارده وخلينا اسالك هل انت بتحب لقب المنشد الديني ولا المطرب مصطفى؟ يعني انا يعني عايز اقول لحضرتك الاول ان انا مبسوط جدا ان انا يعني شفت حضرتك النهارده وانا الله يخليك على طول بسمع حضرتك وطبعا استاذ سمير يعني ده شرف كبير لينا ربنا يكرم حضرتك عشان حضرتك يمكن لقب المنشد بالنسبه لي له منزله خاصه لانه من وقت ما كنت بسمع المبتهلين الكبار والمشايخ في اساتذه القران الكريم وابتديت اقلدهم من وانا صغير وكبرت حابب قوي ده وبحاول دلوقتي كمان ان انا اطور في المدرسه دي واحط عليها اضافات شبابيه عشان جيلي يسمعوا الانشاد والابتهالات والنوع ده من الفن. فكلمه منشد كلمه مهمه جدا بالنسبه لي علشان احنا متصورين المنشد له شكل معين وستايل معين وبيقول بطريقه معينه واداء معين فكنت حابب ان الموضوع يكون له شكل مختلف. يعني شاف الستايل بتاع المنشد يا استاذ سمير؟ ايوه اختلف بقى مفيش جبه وفطار. انت كنت بتقوم الناس في الصلاه كمان مش كده؟ الحمد لله. فين بقى انت؟ منين اصلا؟ انا اصلا من المحله.
محله الكبرى محلاوي يعني. وعندك اخوات يا مصطفى؟ عندي اخوات. عندي اكبر ولا اصغر؟ كلهم اكبر مني. اربع اخوات كلهم اكبر. انت اصغرهم؟ ايه اللي حببك بقى في يعني انك تحفظ القران وتنشد يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ده في البيت ولا فين؟ ثم الابو يعني ربنا يرحمه رحمه واسعه، بابا الحقيقه كان مهتم جدا بحفظ القران ودخلني الازهر، وانا بقول دايما ان انا ما حفظتش القران غير لما حبيت القران يعني، وده كان بفضل ربنا برده. ثم امي يعني حببتني في القران وفي قصص القران، وحبيت الازهر قوي، وانا بعتز جدا 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 بازهريتي، وان انا ازهري. ابتديت اصلي امام وانا عندي 12 سنه تقريبا في المساجد الكبيره في المحله، وبعدين صليت في مسجد النور في العباسيه امام، ومسجد الرحمن الرحيم، ومسجد المصطفى في شرم الشيخ، والقائد ابراهيم في اسكندريه. صليت امام في مساجد كبيره الحمد لله في الفترة اللي فاتت يعني. من كنت بتسمع النقشبندي او نصر الدين طوبار؟ او طبعا طبعا لازم دول الائمه. طبعا كنت بسمعهم ولازلت بسمعهم وبتعلم منهم، وبقول ان انا يعني تلميذ يعني بتربى على ايديهم. سمعنا لمين للنقشبندي؟ مولاي مثلا اللي احنا قلناها دي اللي كانت للشيخ النقشبندي. ممكن اسمع حضرتك حاجه للشيخ نصر الدين طوبار؟ نصر الدين طوبار اتفضل. سبحت لله في العش انا عاجبني ان هو مودرن يعني لابس جينز علشان يوسع قاعده حلو حلو. طب يعني هل حبك في الانشاد الديني خلاك ما بتسمعش اغاني عاديه اللي احنا بنسمعها عاده؟ انا دلوقتي رد امسك الميكروفون. هو اتفضل. ماشي دلوقتي موجود الحمد لله. في الاسبوع اللي فات كان عندي حفله اطلاق الالبوم الاول ليا. الالبوم مشارك فيه اساتذه كبار، استاذ مهدي محمد، استاذ عادل حقي. ده اول البوم ليك يا مصطفى؟ ده اول البوم ليا. ده انشاد. البوم انشاد بالكامل. انشاد. بتكلم فيه عن سيدنا النبي وعن ربنا، وبمدح فيه سيدنا المسيح. وبتكلم فيه عن معاني مختلفه، اخترت كلامها والحانها والمزيكا بتاعتها تكون عصريه مودرن، وبتوصل مسجات. بس عفوا مصطفى، انت هتدخل مزيكا في ابتهالات ده هيبقى شايفه مقبول ولا هتلاقي ناس تقول لك ده حرام؟
ليه حرام ليه؟ ما بالظبط قبل ما اخد الخطوه دي طبعا رجعت لمشايخنا واساتذتنا الكبار جدا ودرست حكم المزيكا والحديث. حبيت تاخد فتوى طبعا طبعا قبل ما اعمل كده. وكمان كان كل اغنيه حتى او كل نشيد بعمله في الالبوم كنت برجع فيه لمشايخنا يعني الكبار اسمعهم المزيكا. ما عملها سامي يوسف في واحد اسمه سامي يوسف الانجليزي ده عمل طبعا الله يا الله. بس انت ما ردتش على سؤالي. يعني حرام تسمع ام كلثوم؟ حرام تسمع عبد الوهاب؟ حرام تسمع؟ لا ابدا. كل زي ما قال مولانا الشيخ الشعراوي انه الاغاني اللي مش بتخرج عن الوقار او بتثير غرائز هي ما فيهاش مشكله شرعيه طالما مش بتثير غريزه معينه او مش هو بياخد فتوى كده من فضيله الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله. طالما الاغنيه كلماتها جيده ولا تحرك غرائز حلال سمح. ايه اللي حضرتك عامله في الالبوم او الشريط الجديد وممكن نسمع منه جزء خسارة فيما يتعلق اعتقد بسيدنا عيسى عليه السلام المسيح؟ ممكن اسمع حضرتك اغنيه سيدنا المسيح؟ ماشي اتفضل. جالها الامين جبريل يبشرها قالت له بس ازاي ده مش معقول مش عارفه انه ربنا اختارها وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول. يا مريم ارضي بحكمة المولى والله ده من رحمته بيكي وان جعتي هز بايدك النخلة ينزل رطب علشان يغذيكي. يا مريم ما تخافيش اهدي ما تدمعيش ده انتي من المؤمنين بكرة ابنك يكون بشرى ونور للعيون ونبي من الصالحين. يا رب طول عمري بحلم أقابل ستنا مريم واخد في حضني سيدنا عيسى حبيبي في الجنة تجمعني بيهم نفسي أسلم عليهم يا ربي تجعل لقاهم من نصيبي. شافوا الولد ظنوا بمريم سوء قالت بخوف ساعدني يا ربي وفي اللحظة تيجي المعجزة من فوق ينطق يقول أفديك يا أمي وأنا ليك جايب معجزات وآيات علشان تأمنوا بربكوا ربي ومعايا بشرى بخاتم الرسالات نبي اسمه أحمد جاي من بعدي. يا مريم ما تخافيش اهدي ما تدمعيش ده انتي من المؤمنين بكرة ابنك يكون بشرى ونور للعيون ونبي من الصالحين. يا رب طول عمري بحلم أقابل ستنا مريم واخد في حضني سيدنا عيسى حبيبي في الجنة تجمعني بيهم نفسي أسلم عليهم يا رب تجعل لقاهم من نصيبي. يا سلام. هاي مصطفى عطف الألبوم ده نازل إمتى؟ الالبوم المفروض ان شاء الله يوم الخميس هيكون في الاسواق. يعني هو من اسبوع كانت الحفله بتاعته ومن بدايه بكره ان شاء الله وبعد بكره يكون موجود في السوق. قول لي مين جمهورك يا مصطفى؟ شباب كبار سيداء يعني تقدر تقول؟
يمكن الفتره اللي فاتت عملت حفلات كتير في جامعات كتير في مصر، و ويعني في جمهور كبير من اصدقائي يعني الشباب. من 15 سنه ل 25 و 30 يعني ابتدى الشباب يا استاذ سمير 15 و 17 و 20 يسمعوا يا ريت الانشاد. وده اللي حضرتك قلته قبل مصطفى ما شرفنا، ان لو بتروح حفلات الاوبرا وبتشوف ناس يعني شباب وناس كتيره قاعده أيوة وبتستمع. أيوة اللي هو لما يتم تقديم فن جميل. صح. تقدم فن جميل وفن يعني يعني شوف الكلام على السيد المسيح وستنا مريم الجميل ده، وفي بعض للاسف اللي بيسموا روحهم ازهريين ويقول لك ده كفار ومش عارف ايه وايه وايه وايه. لا يعني لا انت حلو، انت حلو، انا مبسوط قوي انك خليتني اسمعه والله. هتجيبه في رمضان وحضرتك تشرفت. مصطفى انت سجلت جزء عامة؟ صحيح سجلت جزء عامة. هناخد اكثر الصور، سورة الكوثر مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مصطفى مين اللي بيصرف على إنتاجك وشغلك وانت لسه شاب بتبدأ يعني؟ الالبوم الاخير الموجود ده من انتاج شركه اسمها AMF، يعني هي اول انتاج ليها المفروض الالبوم ده. وهم اصدقاء يعني احنا ثلاثه اصدقاء قررنا ان احنا نعمل حاجه مهمه شايفينها. بتمولوا بايديكوا كده الالبوم يعني الجديد. بالظبط. انت خريج كليه ايه؟ دراسات اسلاميه وعربيه. دراسات اسلاميه وعربيه. هتمتهن مهنة الابتهال الديني ولا هيبقى لك نشاط آخر تعمل أيضا؟ أنا من سنتين تقريبا أو ثلاث سنين ابتديت أقعد مع أصدقائي بنعمل أعداد كده مع بعض، بننشد ونمدح ونتكلم عن ربنا عن سيدنا النبي زي دروس دينية. ابتدت تكون 10-15 وبقت 200 واحد ولد وبنت. بنقعد مع بعض نتكلم مع بعض. انا بطلب العلم في الجامع الازهر الشريف وفي جامعه الازهر وعلى ايد مشايخ الكبار علشان حابب اقدم فكره جديده زي ما بيقولوا مشايخنا في الازهر، بتجمع ما بين الانشاد والارشاد، الانشاد والغنى واللحن الجميل. جميل. وارشاد للمستمع يعني. بالظبط. قبل ما هيسالك استاذ سمير صبر السؤال الاخير، عايز اقول للساده المشاهدين النهارده هي اخر حلقه من برنامجكم مساء الخير قبل حلول شهر رمضان المعظم. برنامجكم مساء الخير مستمر طوال شهر رمضان المعظم، وهيبدا مع اول ايام رمضان يوم الاحد. برنامج هيبدا موعده في رمضان من 9 مساء حتى 12 مساء، والبرنامج انا هقدم منه يومين، ثم صديقي العزيز دكتور مدحت العدل هيقدم يومين، والصديق العزيز الكابتن احمد شوبير هيقدم يومين، ثم سنلتقي احنا الثلاثة ونكون ضيوف على حضراتكم كل يوم خميس، والبداية يكون يوم الحد علشان الاستفتاح هنبقى احنا الثلاثة موجودين من الساعة 9. اتفضل استاذ سمير سؤالك الأخير لمصطفى عاطف. يعني أنا معجب بيك جدا يا مصطفى حقيقة. بارتني بأدائك الجميل والمقامات اللي أنت بتجيبها، وده يعني اساس ده حلو، وده اللي عمل عظمه ام كلثوم انها كانت عارفه يعني حافظه القران الكريم كله. نعم. لو انت فكرت تعمل برنامج في التلفزيون يعني تحب تعمل ايه؟ تقدم ايه؟ المفروض ان انا حاليا فعلا بحضر برنامج ان شاء الله يتذاع بعد رمضان. نعم. البرنامج بيتكلم عن رسائل مهمة أخلاقية، وكل رسالة بنتكلم عنها بشكل مختلف إن شاء الله، يعني مش يعني ما تحرقوش برنامج. وفي بتجمع ما بين الرسالة والمسج دي، وفي الآخر بننشد عليها أو بنغني لها أغنية عشان توصل أسرع يعني. خلوني أشكر أستاذنا الفاضل والكبير اللي شرفني النهاردة، الفنان الكبير والجميل الأستاذ سمير صبري. أنا بشكرك. أنا بشكرك ومعتز بشهادتك اللي قلتها لي النهارده. وهنختم مع
الفنان والمنشد الجميل مصطفى عاطف. الكاميرا هتكون معاك وده خير ختام لهذه الحلقه. ممكن ندعي؟ اللي انت عايزه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، سبحانك من كريم ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم انظر إلينا وإلى بلادنا وإلى شعبنا في هذه الأيام نظرة رضا، فإنك من نظرت إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا يا كريم. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، واغفر لنا فيه ذنوبنا أجمعين، واجعلنا فيه من عبادك المرحومين المقبولين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه آمين.